إذن تبقى معنا فقط فرع حفظ القرآن الكريم. نعرض الآن نتائج هذا الفرع وندعو محمد فؤاد القهوجي من دولة ليبيا من أجل الصعود إلى المنصة، لأنه تحصل على التأشيرة الذهبية التي منحه إياها الشيخ محمود العكاوي. ألف مبروك. ما شاء الله، مبروك عليك. إذن هذا هو أول المتأهلين، والمتأهلة الثانية من الجزائر شتوم ملاك. ألف مبروك ملاك. ألف مبروك ملاك. إلى دولة السنغال سو محمد ولو. ما شاء الله، ألف مبروك سو. ومن الجزائر ثانية شريطية أنفال. ومن دولة مصر يتأهل معنا أحمد تامر عليوة. ألف مبروك، مبروك. من أندونيسيا يتأهل معنا محمد حسبي الصديق. ألف مبروك محمد حسن. ومن بلاد الشام أبو شامة عبد الرحمن. ومن دولة تونس مرام المناعي. مبروك مرام. من باكستان أزهان محمد. ألف مبروك أزهان. ومن الجزائر أيضا يتأهل معنا مصعب عمرة. ألف مبروك مصعب. وأخيراً من دولة كينيا أحمد الشريف. هؤلاء هم من تأهلوا إلى ربع نهائي مزامير داوود. ننتظر منكم أن تعطوا أقوى ما عندكم من أجل الوصول إلى النصف النهائي، لأنه المسابقة ستكون صعبة أكثر من المرحلة الأولى. أنا لا أخيفكم، لكن لأضعكم في الصورة أمام لجنة التحكيم.